السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير، إن شاء الله معانا قراءة روحانية خطيرة بضربة الودع لمواليد برد الجوزاء، صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. بسم الله الكاشف. برد الجوزاء، شايف عندك هنا عندكم فرحة ديالك، هي ديالك خلاص. الفرحة دي هتنسيك الودع، هتنسيك حاجات كتير، هتنسيك كل حاجة، هتنسيك اللي حصل معاك، عشان انتم عشتم في ايام كتيرة ولحد دلوقتي عمالين تعانوا، لان انتم عشتم ايام الماضي صعبة ولغاية دلوقتي بتعانوا منها، بتعانوا من التعب، من قلة الرزق، من الوقف، من التعطيل. محتاجين شخص تتكلموا معاه او يطبطب عليكم، لان شايف جواكم يعني حاجات كتيره نفسكم تتكلموا فيه، مش لاقيين الشخص الصح، مش لاقيين الشخص الصح اللي ترموا عليه حمولكم او تدوه الامان او تتكلموا معاه او يحبكم زي ما انتوا تحبوه، مش لاقيين الشخص ده اللي يقف معاكم. شايف البعض بيعاني من خنقه او من حزن، البعض برضه قلبه واجعه، قلبه ما اتخذلته، يعني اتخذلتم من ناس اعطوهم الثقه، حبتوهم، امنتوهم. شايف عندكم هنا البعض المشاكل، يعني المشاكل البعض سمع كلام او الحبيب غدر بيه، لان شايف قلبك مكسور، قلبك حزين مش عارف تعمل ايه. شايف عندك اكتر حاجه الحيره، شايفك هنا يعني بتحاول تكون حذر من تكرر غلطاتك السابقة، وحتى أنا شايفك هنا هتبدأ تتعامل بذكاء، بتبدأ تتعامل مع ذكاء مع بعض الأشخاص اللي حواليك، بترتاح، بترتاح مع شخص في الكلام هنا، وهتبدأ تتكلم عن اللي جواك، هتبدأ تتكلم عن كل اللي جواك بدون قلق وبدون خوف. شايف رزق حلو هتهدي لك وهتنبسط بيه، الرزق ده حلو هيدي لك دايلك، وشايفك مبسوط بيه وهتنبسط. وانا شايفك هنا يعني قد ما تكون مهموم ورام حمولك على رب العالمين، بس انا شايف هنا شخص يعني نرجسي بيكون مخطئ معاك في جميع تصرفاته، وانت مش هتكون هنا، يعني شايفك مش هتكون عارف تحط معاه النقط على الحروف. شايفك هنا بتبدأ مع شخص بداية جديدة، بتبدأ مع شخص يعني شايفك يعني بتبدأ بداية جديدة. شايف هنا، شايف ان هنا في عندك يعني وحدة بتتدسس عليك، بتتدسس عليك الست دي او الوحدة دي عمالة تتدسس عليك بطريقة فيها نوع من الذكاء، بس احذر الفترة دي من شخص هنا بيحاول يعني يقلب عليك. الشخص ده عايز يقلب عليك الترابيزي، في حوار بينك وما بينه، وعايز يقلب عليك الترابيزة ويقلب عليك كل حاجة، وهو في حوار ما بينك وما بينه يعني، ولكن رب العالمين بينصرك، بينصرك لأن قلبك طيب، قلبك صافي، بتتعامل بحسن النية. في مكالمة تليفون بتديلك من شخص غايب عنك، عندك موضوع يعني فيه إمضاء، الموضوع ده فيه إمضاء، هتمضي فيه على عقد امتلاك يعني، أو لشيء قضية في يعني حاجة هتمضي عليها، رب العالمين بينصرك فيه، لأن ممكن تكون قضية. في عندك هنا موضوع يعني نقلة بتتم معك على خير، موضوع نقلة من مكان لمكان هتتم على خير معاك بإذن الله تعالى. عندك مناسبة حلوة، المناسبة دي حلوة وبتحضرها وبتحتفل، يعني بتحتفل بشيء يخصك او يخص حد يعني من عتبة العيلة،
بتحتفلوا مبسوطين، يخصك او يخص حد من عتبة العيلة فيها يعني فرحة ومبسوطين فيها. شايف عندك هنا بس عندك حيرة من العالم والناس اللي حواليك، محتار، عندك حيرة محيراك من الناس كل الناس اللي حواليك دول، كني شايف انك يعني شايفك هنا مش عارف تتعامل معاهم، يعني مش عارف تتعامل معاهم بأي أسلوب. بقول لك هنا هيكون عندك مشكل، في عندك مشكل، بس رب العالمين هيقف معاك وهتتحل وهتتحل، ما تقلقش هتتحل بإذن الله. وفي عندك هنا شخص، الشخص ده بيرسل لك رسالة، بيرسل لك رسالة على التليفون وبتكون محتار ترد أو لا، هو عمال يرسل لك أو هيرسل لك أو رسل لك رسالة وأنت محتار ترد أو لا، الاختيار ليك. شايف إن عندك في يعني انفراجات مادية، وفي نفس الوقت في أزمات مادية، عندك انفراجات وعندك أزمات مادية، وده بيدل إنك تكون حريص في أمورك، يعني بيدل لك أو بشرك عشان تكون حريص يعني في أمورك المادية، لأنها تعاني بكسرة عشان المصاريف، خف المصاريف، مصاريفك أكتر من اللازم. في هنا يعني إنسانة شغلانتها القيل والكال، شغلانتها القيل والكال، خليك حذر واحذر، احذر منه واحذر من تصرف يعني يصدر منك عشان محدش يفهمك غلط مع حد. شايف انها تكون في مكان، في حد مع حد، انها تكون في مكان وهيدخل عليك شخص وهو بيسلم عليك، هتكون قاعد وهترد بطريقة يعني هيفهمها غلط، يعني هيفهم كلامك غلط. شايفك هنا يعني وهياخذها بطريقة من الزعل، يعني هياخذ كلامك بطريقة من الزعل. احذر، احذر من شخصين حواليك، الأول شخص هيحكي عليك يعني كلام بالغلط، هيحكي كلام بالغلط عليك مع حد، والتاني مركز معك في كل أمورك، في كل أمورك مبالغين. شايفك هنا بتمسكهم وبتفرح، شايفك عندك هدية حلوة، هدية حلوة يعني بتطلع منك لحد، الهدية دي انت اللي بتديها لحد، بتطلع منك لحد. شايفك هنا في بلوك ما بينك، يعني بلوك بيحصل بينك وما بين شخص، بيحصل مش هينفك، في بلوك بيحصل ما بينك وما بين شخص. عندك هنا تغير، تغير عمل من مكان لمكان، في تغير عمل عندك من مكان لمكان، تغير العمل ده، بس الناصر موجود عندك، الناصر موجود. حاول تحافظ الفترة دي على علاقاتك، حاول تحافظ على علاقاتك عشان الناصر موجود معاك، والهم اللي جواك هينزح عن قريب، الهم اللي دواك هينزاح عن قريب. ارمي حمولك على رب العالمين وما تشيلش هم حاجة، ما تشيلش هم اي حاجة. اشخاص حواليك عندهم الغيرة منك، هم كده كده حاسدينك وعندهم اكتر حاجة الغيرة منك، وكأني شايف ومن عيونهم مليانة حقد وحسد اتجاهك، حاسدينك، عيونهم دي يعني زي اللي بتبخ سم، شفت الأفعى لما بتبخ سم، هم عيونهم بتبخ سم، مليانة حقد وحسد اتجاههم. شايفك هنا انت هتطلب من شخص طلب وهيمضي ليك في امضى، وهيمضي ليك فيه، وعندك هنا شخص بيحصل يعني بيحصل بينك وما بينه خلاف، انت مش بتحكي عليه لحد، ولكن هو بيدور وبيحكي للشرق والغرب، بيحكي للشرق والغرب. اتنين اوقات يعني شايفك هنا وبتسافر من مكان او بلد مش بتكون مرتاح فيه،
شايف هنا وطالع، يعني هنا عندك ريسك جاي لك، رغم ان شايفك يعني الفترة دي للتاني بتتكركب الامور معاك، بتتكركب الامور معاك المادية. شايف هنا بقول لك شخص يعني هتستحمل معاملاته البايخة معاك لحد ما تخلص مصلحتك منه، بتستحمل اي حاجة بتستحملها لحدك يعني ما تخلص مصلحتك منه. عندك امور هنا معطلة، عندك امور كذا حاجة معاك معطلة، بس رب العالمين هيمشيها معاك قريبا. شخص هنا يعني هيمشيها معاك قريبا باذن الله، شخص هنا بيقف جنبك وبيساعدك، الشخص ده بيساعدك في يعني بمبلغ مادي في موضوع معين، وانا شايفك هنا يعني مهم. حاولوا هنا يعني في اشخاص حوله، اشخاص حواليك يعني يخطوك في احباط، بس انا شايفها تكون عندك القدرة انك تكون شجاع وقادر تقف، شايفك قادر تقف وتندح في ان ضاعت، شايف هتمضي على عقد، عقد مهم بالنسبة ليك. بس أنا شايف علاقة تالتة بتأثر على علاقتك بالشريك، شايفك بتأثر بعلاقتك بالشريك، في خلاف ما بينك وما بين حد، عندك من عتبة البيت بسبب القيل والقال، برضه القيل والقال، في عندك مناسبة بتتعزم فيها، يعني المناسبة دي بتتعزم فيها. صلى على الحبيب المصطفى، بسم الله الكاشف. شايف هنا حواليك أشخاص يعني هيتعمدوا عندهم يعني وتصرفاتهم معاك بطريقة سلوكية بسبب الغيرة برضه الشديدة. شايفك هتحصل على مكانة اجتماعية مميزة، بس خلي الصبر حليفك الفترة اللي جاية، خلي الصبر حليفك الفترة اللي جاية. شايف برضو هنا قلبك موجوع كتير، وكان شايفك هنا شايل برضو جواك يعني هم او هموم او حزن، مش عارف يعني مع مين تتكلم ومع مين تحكي، امور يعني حواليك يعني فيها عدم انضباط. ارمي حمولك على رب العالمين، لان هو يعني اللي بيريح قلبك من كل الهموم، رب العالمين اللي بيريح قلبك من كل الهموم. شايفك هنا بقول لك عندك شخص يعني متقلب الود، والود يعني شايف هنا بيكون بينك وما بينه هينقلب بين يوم وليله، في شخص يعني بينك وما بينه فراق او خصام، بتردع علاقتكم، بتردع العلاقة اقوى من قبل، بس حتى لو ردعت العلاقة فهو لسه عنده النرجسية والانانية، لحتى لو ردعت فهو عنده النرجسية والانانية لسه موجودة. شايف هنا شخص يعني الشخص ده يعني بيجبر بخاطرك في موضوع انت يعني بتحتاده فيه، وشايف هنا عندك طريق سفر هيكون خير عليك. في شخص هنا من المقربين منك، يعني الشخص ده من المقربين منك هيعاني الفترة دي بوعكة صحية، الشخص ده يعاني بوعكة صحية، ويحذر الفترة دي يعني من منطقة الصدر وتعب المعدة. شايفك انها تحتاج يعني تبرر لشخص موقف صدر منك، ولكن مش ها يعني الشخص ده مش هيسمع ليك في كل التبررات. وانا عايز اقول لك يعني هنا ما تبررش لحد ملوش اهمية عندك، ما تبررش لحد ملوش اهمية عندك، رايح قد ما هو داير رايح، يعني شايفك بتدري على لقمة عيشك قد ما انا شايف يعني ان عندك مسؤوليات كتيرة زادت عليك، عندك مسؤوليات كتيرة زايد عليك. شايف هنا اللهم صل على النبي، عندك هنا
بس انا شايف يعني عندك نجاح، نجاح كويس، وعندك عمال تدعي ربنا ان يعني يعطيك هاي الفرصة او النجاح او المسؤولية. في عندك طريق انت بتدعي ربنا عليه انك تتخطاها وتوصل للهدف اللي انت عايزه. شايف امور هنا يعني في امور معلقة بينك وما بين شخص، شايفك انها تسمع كلام، هتسمع كلام من شخص وكلام بيزعلك لدرجة كبيرة. وفي عتبة البيت هنا هتقابل يعني كلام وحاجات مش كويسة، النميمة والفتنة. شايف اتنين اوقات هنا وبيحصل بينك يعني وما بين شخصين مشكلة، بس ربنا بيقف معاك. في ناس هنا من شخصيتها او من طبعها الكذب والكلام على الناس والفتنة، وتحب توقع الناس ببعضيها، هي شخصيتها كده الناس دي، الكذب والنميمة وتحب ان توقع الناس وهكذا. هاي الاشخاص دي طبعها كده. شايف هنا اللهم صل على النبي، طريق مفتوح قدامك، هتقف على الارض الصلبة وهتقف الى الطريق الهدف اللي مفتوح قدامك، وهتوصل للهدف اللي انت عايزه، هتوصل للهدف اللي انت عايزه بإذن الله تعالى. شايف هنا يعني انت هنا من التعب اللي انت فيه، من الضيق اللي انت فيه، عايز تخرج، عايز تحس بالراحة، عايز تطلع من الهم اللي انت فيه، عايز تطلع من الغيمة اللي انت فيه، عايز تطلع من التعب النفسي والضغط النفسي اللي انت فيه. هتطلع منه، هتطلع منه بإذن الله تعالى. شايف عندك هنا وكتير يعني حاجات بتحصل معاك، بتتجاوز المرحلة دي، بس القلق والإرهاق، شايف ان الحبيب هيكون معاك في وضع توتر ومتطلبات هتكون كتيرة الفترة دي. شايف انسانة يعني مش كويسة تدخل بينك وما بين شخص في كلام، وهتصير الجدل ما بينكم. شايف هنا متوزع عليك هنا شخص، يعني الشخص ده انه يتجسس عليك في كل امورك، في كل امورك يتجسس عليك. عندك تعب وصداع والمعدة الفترة دي، وعندك يعني بس عندك فرصة شغل، فرصة شغل بتديلك وبيتفرع بيها يعني منها سفر، والسفر ده داخل البلاد، داخل البلاد بيديلك السفر ده. عندك او حاجة في المحكمة ربنا هينصفك فيه، لان انا شايف عندك اوراق بتخلصها في المحكمة، هتخلصها باذن الله تعالى وربنا ينصفك فيه وهيكون واقف معاك فيها باذن الله تعالى. شايف هنا عندك يعني بتبرر للاشخاص، يعني شايفك هنا بتبرر نفسك او بتتكلم مع اشخاص بتخلص هذا، او في يعني عتاب ما بينكم، هاي الاشخاص هيكون في عتاب ما بينكم راح يعدي ان شاء الله ويكون صلح بعد العتاب باذن الله تعالى. انت يعني شايفك انت صبور هنا ومتحمل، ومتحمل غلطات الناس اللي حواليك، مع العلم انك يعني بتقدم عطايات كثيره، يعني انت متحمل حاجات كثيره وغلطات الناس كمان اللي حواليك، وعاطيهم الخير ومقدم عطايات كثيره. رب العالمين بينصرك على امور معقده حواليك، على امور معقده حواليك، وكاني شايفك هنا يعني بتحاول الفتره دي تبعد عن غلطات، الغلطات دي ممكن تقع فيه. شايف شخص هنا بيقعد معاك وحديثه مش يعني مش بيخرج من ذهنك، شايف حديثه مش بيخرج من ذهنك الفتره دي، وشايف الفتره دي طويله. خلي عندك يعني بقول لك يعني خلي عندك حكمة من الأشخاص، لأنها تنخدع في مين حلو ومين وحش. شايف عندك انخداع وهتنخدع في مين الشخص الحلو ومين الشخص الوحش. في شخص له مكانة كبيرة، شايفنا هتحس يعني من طريقته معاك بالراحة، وهتحس معاه بالسكينة، بس هنا بحذرك من النميمة اللي حواليك.
بحذرك من النميمة اللي حواليك، وزي ما يكون في حواليك أشخاص عايزين أو عايزين يعني تظهر فيك أي عيوب، عايزين يوقعوك، مش حابينك تندح، مش حابينك توصل للهدف، مش حابينك تكون ناجح، أو مش حابينك يعني توصل للهدف اللي أنت عايزه. هاي الأشخاص حابة توقعك في أي حاجة، مش عايزينك أبدا توصل لأي هدف. خلي بالك منهم الأشخاص اللي حواليك دي، عشان الأشخاص دي بتضرب ضرب صح. شايفني؟ عندك رزق بطريقة حلوة، بيتحسن معاك رزقك بطريقة حلوة، وعلاقتك مع الحبيب الفترة دي يعني هتكون فيها كلام كتير، يعني كلام فيه زعل، فيه مضايقة، يعني فيه كلام زعل. عندك شخص سنة، عندك شخص هينفقدك، ومجرد ما هيبعد عنك أو هكذا هيزعل أو هيتعب نفسيا. شايفك إن أنت تبدأ تغير من نفسك، في عندك عملية تجميلية، شايفك عندك هنا هتفكر يعني هتغير حاجات كتيرة من نفسك. عندك صداع الفترة دي، عندك صداع الفترة دي وملازمك. عندك هنا شخص، الشخص ده يعني شايف هيكون يعني مركز معاك، الشخص ده هيكون مركز معاك يعني معاك من فترة للتانية، وكأنه شايف عندك هنا بلوك بينك وما بين شخص، بلوك ما بينك وما بين شخص، هينفك، في يعني فك ما بينك وما بينه. في امرأة حمقاء هتنرفزك، المرأة دي حمقاء وهتنرفزك، هتنرفزك بطريقة مباشرة. عندك شخص هنا من بعيد يعني مقاطعك، او مفيش تواصل ما بينك وما بينه، او هو مقاطعك، راح تجي لك منه مكالمة تلفون، راح تجي لك منه مكالمة تلفون هاي الشخص. بس يا شايف يعني بقول لك يعني الازمات المادية يعني هي ملحقاك خلال الفترة دي، وانا شايف برضه هنا انت بتعاني من كثرة المسؤوليات، متحمل كتير، وكثرة المسؤوليات اللي بتزيد فوق اكتافك يوم عن يوم، بس انت مستحمل 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 همومك. يعني شايفك هنا مش جا يعني مستحمل كتير، ومجبر انك يعني مجبر انك تقدم تنازلات عشان المركب يعني تسير وتمشي. في اشخاص هنا يعني بتعمل انها بتحبك، الاشخاص دي بتعمل انها بتحبك، بس بتضرب من تحت الحزام، بتضرب من تحت الحزام. خلي بالك خلي بالك، واحذر من يعني الخدعة زي ما بيقولوا، احذر من الخدعة من اشخاص مقربة منك، وكأن الخدعة دي عبارة عن اتفاق، وفيه تغير الاتفاق بطريقة أو طريقته أو بشكل تاني، يعني في مشكلة بتودي يعني لبعد بينك وما بين شخص، بس في بس فترة يعني البعد هتكون مدتها يعني بسيطة، بلوك ما بينك وما بين شخص بينفك برضه. واحذر يعني من مصاريفك الفترة دي، لأنك هتعاني بتوتر بسبب يعني أمورك المادية. شخص دايلك من مكان بعيد وبتقابله أنت، وهيكون ما بينك وما بينه يعني مقابلة خير ليك، مقابلة خير ليك المقابلة دي، شايفني؟ ويعني وليه قرار، يعني شايف في قرار بتاخذه مع نفسك، وكأن أنت يعني هنا بتفكر في القرار وبتحاول تقول هل أوافق أو أرفض، هل أوافق أو أرفض، محتار عمال تفكر في الوافقة أو ترفض في هذا القرار. اللهم صل على سيدنا محمد، رب العالمين بينصرك، شايف عندك نصرة، يعني شايف عندك بينصرك،
في هاي الموضوع اللي انت فيه. وفي عندك هنا موضوع سفر بيتأدل، موضوع سفر تاني بيفتح قدامك بس بيتأدل. عندك اشارتين كمان، اشارتين بس احذر يعني من شخص يمنع، يعني يمنع وصولك لشخص اخر، الشخص ده بيمنع وصولك لشخص اخر. وعندك الفترة دي تعب فيها الضغط، بس كان عندك منخفض او مرتفع، يعني هشافك هنا منتظر انك تاخد حاجة، في حاجة منتظرها، في حاجة منتظرها، ديالك ديالك باذن الله تعالى، وبتدعي رب العالمين ياخذ لك حقك في يعني امور ضاعت من بين ايدك، عمال تدعي رب العالمين ياخذ لك حقك من حاجات ضاعت ما بين ايدك. احذر هنا برضو من امرأة متزوده، احذر من امرأة متزوده نيتها من ناحيتك مش سليمه، نيتها المرأة المتزوده من ناحيتك مش سليمه، ورب العالمين هينديك منها. وعندك عوض، عندك عوض على ايام ضاعت من ايدك وانت حزين ومكسور، بس عندك هنا احتفال قريب يعني بتنبسط بيه، يعني شايفك هنا بتنبسط بيه، ويلي مفتقد الحبيب بهاي الفترة شايف يعني الحب هيدخل قلبك من جديد. عندك صلح ما بينك وما بين شخص مقرب منك، واحذر من يعني الاشخاص اللي بتعمل انها بتحبك، احذر من الاشخاص دي اللي بتعمل انها بتحبك، في اشخاص يعني بتتمنى لك كل الشر، الاشخاص دي مش بتحبك، الاشخاص دي حابه توقعك في مشاكل. بس انا شايف عندك هنا تحقق امنيه، يعني الامنيه دي انت بتفكر فيها 24 ساعه راح تتحقق معاك، في اموال ديالك غير متوقع، الاموال دي انت مش متوقعها، قد ما ليك باذن الله. لديك هنا بشرة وفرحة في خلال يعني ثلاث خطوات، في خلال ثلاث خطوات بإذن الله ديالك البشرة وديالك الفرحة. في حد هنا بيحبك وبيراقبك من يعني بيراقبك عن قرب، عمال يراقبك ويبص عليك وبيراقبك عن قرب وبيحبك. في حد ان انت حصل ما بينك وما بينه اختلاف او مشاكل، لان انا شايفه هو ندمان، ندمان وزعلان، بس برضو العيون مهما اقول لك العيون عليك ومش سايباك في حالك. من اقرب اكتر حاجة اقرب الناس ليك حاسدينك، لان رقم حسود من اقرب الناس ليك حاسدينك على ابتسامتك، على ضحكتك، على فرحتك، على اي حاجة حاسدينك. وانت بتقول حاسديني على ايه؟ ايه اللي عندي عشان حاسديني عليه؟ بس ابشر، ابشر الفرحة ديالك، الفرحة ديالك. عندك تخلص يعني اوراق وهتعلي مشانك، بتمضي اوراق، الاوراق دي فيها يعني فتح مشروع او هتدخل مشروع وهيكتسب هاي المشروع او هتنجح فيه، عندك دخل في مشروع باذن الله تعالى، في شراء دكان او شراء شركة او شراء منزل، انا شايفك بتشتري حاجة بتشتريها وبتمضي فيها عقود، برضو فيها فرح ان شاء الله يكون فيها السعادة ليك باذن الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. أتمنى من أحبابي في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشتركوا في القناة يشرفنا اشتراككم في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من أسرار العالم الروحاني. وإن كنت بتعاني من السحر أو من مس أو من تعطيل أو من تابعة، كل العلاجات داخل القناة، والرقم أمامكم اللي حابب يتواصل معنا واتس فيها العلاجات، إن شاء الله هنكون في حسن ظنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.